مع السلامة. هذه الكيكة متاعنا اليوم في ساعة تحت بنينا مع قهيوة العشية ولا فطور الصباح ولا الكوكتيل الصغار. شوفوا 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 الخفة، وهذه سخونة، انتم خليوها تبرد باش تجيكم بيها. هذوما المكونات متاعنا كما العادة، نفس المول متاعي اللي هو هذا، باش ناخو زوز ونص فارينة. واليوم بيسك هي كيك مغربي باش نعملو 20 غرام كاكاو مغرفتين، واحدة ياغورت كالعادة، خديت ياغورت ناتشور المرة هذي، ونفس كيما العادة بالحكار بالياغورت ترى، وخديت هذي زيت، وواحدة سكر، وثلاثة عظمات، ورشة الملح ما نساوهاش، وعشرة غرامات خمير، وبتبيع مغرفة الخل، وننطلقو إن شاء الله. بسم الله، هذي بركة. نزيد السكر، هذا السكر كما تشوفوا جوست ماركاتو بالفوي مانويل. ولهنا كالعادة غرفة الخل متاعنا، يا غرطة الزيت، سامحوني نسيت الفاني. ما يضرش يذوب، ورشة الملح، سمحوا ممكن تسمعوا في الحسرة، وهذه القلية نتاعنا اللي عملناها قعدتي والفابور نتاعها هاي. هذه واحدة فارينة، نحط عليهم شوية خميرة، هذه الثانية كيف كيف شوية خميرة، باش نحاول نزرب باش ما نطولش عليكم الفيديو. نفس الطريقة نتاع الكيك اللي شفناها. انا بالنسبة لي انا ناجحين 100%. حاجة واحدة، المكونات ما يلزمهاش تكون من الفريجيدير، يلزمها تكون على تمبيراتور امبيونت. هذا النص الاخرين يلزم العظم والياغورت ما يكونوش باردين. ونخلطها مش حرك في جيب
باش ما نهلكش الدنيا بالفايدين. نتأكد انه الفرينة الكل خلطت مليح وما بقاتش كعابر. ويكون الفرن تاعنا بالطبيعة يسخن على 180. هذا شحشب توا باش نجيو نقسمو الخليط تاعنا باش نقسموه على زوج. بسم الله. نجيب طوا الكاكاو نتاعنا نغربلو، ردو بالكم تحطوه من غير تغربيل راهو بليت. ردو بالكم مسخركم الدنيا اكثر من شاي. هذا دي مينوت تحضر الكيك نتاعنا، ترميها في الفور تعمل عليها من بعد كيف ونخلطوها. لهنا حطينا 20 غرام زيادة يعني باش تكون عاقدة برشا الخليط نتاعنا، باش نزيدوها شوية ما دافي شوية ودافي، نأكد انه دافي مش سخون دافي. فوالا خاطر زدنا 20 غرام اخرين احنا للخليط. وباش ما تجيش من بعد بارتي نتاع الكاكاو تغصص شايحة برشا، احنا نحبو كيك مولو. هذا هو الحشد ونبدأ نبدأ واحدة واحدة. نستوي هذيا نزيدو من الخليط الاخر. واحدة بواحدة حتى نكملو الخليط اللي عنا الكل. هذي الكيك نتاعنا حضرت كما تشوف، باش نديمو بها ثبت فيها طايبة. وهذه الديكوب نتاع الكيك نتاعنا، شوفوا محلاها. اذا عجبتكم على الاشتراك وما تنساش باش تفعل الجرس باش يوصلك جديدي.